مرحبا بكم. ازيكم؟ كويسين؟ ترمس على آية في ميخا 7 وآية في عبرانيين 11 مع بعض. لا مش شرط. نبتدي بميخا 7. سفر ميخا في العهد القديم صح 7 عدد 15 كأيام خروجك من أرض مصر. بتكلم على الأزمنة الأخيرة. بيتكلم ميخا بيختم نبوته وبيتكلم بروح نبوي عن الأيام الأخيرة. كأيام خروجك من أرض مصر أري عجائب. ببساطة المعنى أنه آيات العجائب أيام خروج الشعب في العهد القديم من أرض مصر لها أن تتكرر ببساطة، يعني مش هكون واضح، أنه ببساطة ده وعد بيقول أنه كأيام خروج الشعب من أرض مصر اللي خرج بذراع قوية وبيمين معتزة وبآياته عجائب اسمها ضربات للعدو، اسمها آياته عجائب لشعب الرب، هي نفس الحاجة. وشق البحر والمن وعمود النار وسحابة النهار كأيام خروجه من أرض مصر. بكرر رب يقول كده، أنا بكرر، أنا أريك عجائب زي أيام خروجك من أرض مصر أريك عجائب. فببساطة المعنى إن دي مش قصص عهد قديم ومش قصص انتهت أو مش لزمن محدد وخلاص، لكن قصد الرب في الأزمنة الأخيرة إنه بيسكب حاجة خاصة للعروس دي، لأن عروس الأزمنة الأخيرة ما تقدرش تعيش بدون نعمة زيادة، قوة زيادة، حضور زيادة بسبب التحديات اللي حواليه. الآية اللي وراها عبرانيين 11. بصوا، انت ممكن تسمعني ويمكن سمعتني بقول التعبيرات دي قبل كده، بس انك سمعتها قبل كده او تسمعني دلوقتي دي مش اعلان بسيط بالنسبة لي. انا لما بذكر نفسي بالاعلان ده بلاقي نفسي راكع قدام الرب، لانه معنى كده يا رب انك عايز تسكب في ازمنه زي اللي احنا فيها اكتر من اللي حاصل دلوقتي، اكتر من اللي اختبرناه قبل كده، اكتر من اللي سمعته اذاننا راته عيوننا. فانا لا افتح عيني، افتح وداني، افتح قلبي، املاني، لانك انت عايز تعمل حاجه اكتر من اللي احنا شفناه واكتر من اللي احنا سمعناه. وما اعرفش عنك بس ده اخبار مشجعه، باين عليها مش مشجعه، ما مالكمش نفس، مشغولين بحاجه تاني. لو انت مشغول بحاجه تاني انشغل بده، لانه لو طلبت ملكوت الله وبر الحاجات التانيه ستزهد لك. بيبقى ده التحدي في بلادنا، بشوفه في وش الناس، انه يبقى جاي اجتماع او جاي قدام الرب واللي مالي ذهنه واللي مالي دماغه واللي مالي الشاشه قدام عينيه مشاكله. حبيبي انت جاي قدام الرب. زمان كان في ترنيمه خطيه انك تهتم، احد مش عايز اخش في الحته دي، بس احد اسباب ضعف المؤمنين ان هما بيجوا قدام الرب واللي مالي المشهد هما حاسين ايه، هما مروا بايه، مين جرحهم، ايه المشكله اللي في حياتهم، ايه المرض اللي في جسدهم، وجايين قدام الرب وفي فاصل، في وثن، في صنم ما بينهم وبين الرب. تقول ازاي ما فيش صنم في حياتي؟ يقولك لا، لو انت رافع قدام عينيك مشكلتك بقت صنم، لو انت رافع قدام عينيك مرضك بقى صنم، لو انت رافع قدام عينيك اللي لسه ما حصلش في حياتك ده، او يعني بقى صنم.
بتيجي قدام الرب انت بتزيح كل ده، بتنظر الى الواحد. لما قالوا له ليس معنا خبز، ببساطه كده كانوا زعق لهم، لهم الا تفهمون؟ مش بكلمكم انتوا، ده يسوع بيكلم التلاميذ مش انتوا. هكذا انتم اغبياء؟ مش انتوا. ما عندناش مش عارف ايه، مش انتوا. بس هكذا انتم اغبياء، الا تعلمون ان الحاجه الى حافظينها وبدون معظات. بس القصه عمليه، انت لما بتيجي قدام الرب مين قدام عينيا؟ مشكلتي، ظروفي، احتياجي، مرضي، النقص في حياتي، واللي جاي قدام عينيا هو، وفيه ومعه وبه كل الاشياء. والقصه بتتحول في الحته دي. ده التحدي اللي بيحصل، انه بتحط قدام عينينا امور، ظروف، احداث، ونميل بقى للشعب الشرقي الشفقة على النفس كلكم يعني جمل كلكم عارفينها، بس زي ما يكون بقت منشتات غير مطبقه في حياتنا. اهتم بامور الرب، رب يهتم بامورك. اهتم ملكوت الرب، رب عايز يعمل ايه اهم من انت عايزه يعمل ايه في حياتك. تصور يعني انت عايز يعمل حاجه في حياتك وانا عايز يعمل حاجه في حياتي، بس اهم ليا وليك هو عايز يعمل ايه. ولو انت اهتميت هو عايز يعمل ايه، اللي انت عايزه يحصل في حياتك بيحصل. اهتم باموره هو سيهتم بامورك، ما تقلقش. دي حقيقه، لو يبقى امين ما يقدرش ينكر نفسه، ما يقدرش ينكر ابوته، ما يقدرش ينكر عهده، ما يقدرش ينكر كلمته. وجودك هو ده، هو ده التكريس، هو ده التسليم، هو ده، هو ده الموت عن الانا، هو ده احيا لا انا. لانه في صنم قدامي وانا واقف بصلي اسمه انا. انا ده ظروفي، انا ده ضعفي، ما هو انا ده مش كبرياء بس. انا ده شفق على النفس، انا ده صغر نفسي، انا ده كل حاجه. واول ما هذا الصنم بيتشال ما بيني وبين الرب، ببقى زي ما انا عريان لو جاز التعبير قدام الرب. كل حاجه بتحصل في حياتي اللي انا محتاجه واللي هو عايز يعملها. وهنا بجد سلام، احملوا نيري عليكم تجدوا ايه؟ راحه. يعني ازاي احمل نير واجد راحه؟ لانك بتحط قدامك الرب اولا، واللي هو عايزه الرب اولا، ودين الرب هين حمله خفيف فتجد راحه. عارفين يعني ايه؟ معناه انك لو انت قلت له رب نيرك حلو قوي، بس انا عايز حاجه تاني دلوقتي، انا مهتم اخلص الموضوع ده بكب اشيل نيرك، اصل انا ما استحقش اشيل نيرك، اصل نيرك ده حاجه غاليه قوي يا رب، بس يخلص بس الموضوع ده وابقى اشيل نيرك. فما بجدش راحه. فاهم حاجه؟ بقى عايز دي، متصور ان لما اخد دي هرتاح، لكن هي القصه مش كده. لما بشيل نير وبجد راحه. وهذه كلها تزاد لنا. عبرانيين 11 في اخر ابطال الايمان، اخر صح، عبرانيين 11 عدد 39، هؤلاء كلهم، كل ابطال الايمان مشهودا لهم بالايمان لم ينالوا المواعيد. ليه؟ السبق الله فنظر لنا شيئا افضل. لو الايه دي مش بتعمل تحدي جواك يبقى انت مش فاهم الايه. لما كل ابطال الايمان من 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 اخنوخ الذي لم يوجد، لنوح الذي بنى، لابراهيم، لساره التي اخذت قدره في نفسها لانشاء نسل، لموسى، لشمشون، ليفتاح، والرب رأى لنا شيئا أفضل. المسكنة تمصمص شفايفنا وإحنا بنسمع أبطال الإيمان، لكن الميراث الحقيقي اللي هو الرب عايز يعمله لكل قلب فينا قدام الرب، واقف في المكان الصح قدام الرب، سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. نظرة دي أعدها، نظرة دي يعني دبر،
الرب دبر لنا شيء أفضل، أعد لنا شيء أفضل في قلبه وفي أفكاره، مشهد أفضل علشان كل اللي سبقونا في الإيمان ولم ينالوا بتكثف هذا الإيمان وتكثف هذه الدعوة والمسحة والصلوات وكل ده بتكثف في الأزمنة الأخيرة، لأن رب رأى شيء أفضل للأزمنة الأخيرة. ازيكم؟ ليه الكنيسة الأولى كانت قوية قوي وليه الكنيسة الأخيرة هتبقى قوية قوي؟ الكنيسة الأولى كانت قوية جدا بسبب حاجتين: إنها شافت عيانيا قدام عينيها الموت بيتكسر، يسوع بيقوم. كان بالنسبة لهم ده انفجار غير عادي، يسوع اللي رأته أعينهم بيدفن، يسوع الحجر الدحرج أكل معاهم، وراهم الجلدات، وراهم المسامير، ويسوع عاش معاهم. بالنسبة لهم الموت اللي اتكسر ده كان بالنسبة لهم معجزة، خلت كل حاجة في حياتهم منفجرة. ليه؟ ما الموت اتكسر خلاص، ولأن الموت اتكسر ده أقوى قوة للعدو إبليس، فببساطة المفلوج قوم ببساطة، الذي لي يعطيك باسم يسوع المسيح المصري قوم. ليه؟ لأنه في حاجة منفجرة، أنتوا عارفين يسوع قام. وعظة بطرس ما بتقولش غير كده، وعظة بطرس في أعمال 2، اللي أنتوا صلبتوه ده قام. وإعلان قوة القيامة اللي بتلغي كل مش أثار إبليس، كل حاجة، كل أثار الخطية، كل أثار الخليقة القديمة، كل أثار الموت، كل إعلان قوة القيامة إنها بقت رأته أعيننا قدام عينينا الموت اتكسر. ففي حاجة، ما فيش حاجة تقف، في إدراك للقوة الغير محدودة، في إدراك للنعمة المسكوبة الغير محدودة، في إدراك أن الروح القدس اللي قوم يسوع المسيح من الموت انسكب علينا في أعمال 2 هو مش روح تاني بينسكب على حضرتك وحضرتك، لأن الروح القدس مش 80 و90 و95 زي البنزين، مفيش مستويات تركيز للروح القدس، الروح القدس هو الرب. فمش بناخد حاجة مخففة من أعمال 2، مش ساكن فيكي حاجة مخففة من اللي سكنت جوا بطرس، مش ساكن فينا نص مخفف في جالون مية، هو الرب. ولما ندرك انه الروح اللي قوم يسوع ده اللي كانوا بالنسبة لبطرس وبالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للكنيسة الاولى ده اللي مفجر القصة دي، اول سبب انه الروح اللي قوم يسوع المسيح من الموت ساكن فينا والموت اتكسر، إذا خلاص مرض، تحدي، في حاجة منفجرة جواهم عايزين يطلعوها، عايزين يكرزوا بيها، عايزين يقولوها، خلاص لأن مفيش خوف. مفيش خوف، دي سببها سبب نمرة 1، بس سبب نمرة 2. سبب نمرة 2 خلى الكنيسة الأولى قوية جدا، إنهم كانوا مستنيين يسوع يجي النهاردة. الكنيسة الأولى كل يوم كانت مستنية يسوع يجي النهاردة، لأنه ما لهمش يجي إمتى. يسوع قال لهم أنا جاي طوالي، الملاك قال لهم اللي انتوا شايفينه صاعد ده هتلاقوه جاي. فعايشين بيعملوا إيه؟ عايشين مفيش بكرة. عارفين إحساس حلو إن مفيش بكرة؟ لو مفيش بكرة هتخاف على ايه؟ هتقلق على ايه بكرة؟ ما هو مفيش بكرة، هو جه النهاردة. انت عارف ان الخوف بيعيش في حتة في افكارك ملهاش دعوة بالنهاردة، بيعيش في حتة في افكارك ليها دعوة بالمستقبل انت مش عارف. وده غباء انك تعيش خايف بسبب حاجة انت مش عارفها.
مش بيلغي التحدي، التحدي حقيقي بس الخوف اختياري. في ناس يقول انا ليه حق اخاف؟ لا، انت ليك حق انك تدرك التحدي، بس انك تخاف ده اختياري. ممكن ما تخافش، مش بتكلم عن الخوف، بس كانوا مدركين ان يسوع جاي النهارده، فما فيش هم، ما فيش محبه العالم. احب العالم ليه؟ يعني احب العالم ليه لما ما فيش بكره؟ فما فيش محبه عالم، ما فيش خوف، ما فيش هم لبكره، وانا عايز احقق قصد ربنا النهارده. ليه؟ لانه ما فيش بكره. عارفين لو عشنا، الكنيسه الاولى عاشت كده كل يوم، عاش كده كل يوم، كل يوم يسوع جاي النهارده، وبالتالي لازم نحقق القصد، وبالتالي مش قلقانين على بكره، وبالتالي مش خايفين من هيرودس ولا بيلاطس ولا محسن ولا عمرو، مش خايفين من اي حد. ليه؟ لانه ما فيش بكره، فما فيش ازاي ما نقولش اسم يسوع؟ ليه؟ لانه في حاجه جوانا بتقول انه كسر الموت وفي نفس الوقت جاي النهارده. عارفين ده هيرجع تاني للكنيسه؟ أو لازم يرجع تاني للكنيسة، أو لو أنت عشت بالطريقة دي وأنا عشت بالطريقة دي، في حاجة مختلفة في الأولويات، في اليوم، في طريقة التفكير، في إدارة كل حاجة. الكنيسة عاشت كده لدرجة إنه في تسالونيكي كلكم عارفين الناس سابت الشغل وخلاص نقعد في البيت لأن يسوع جاي بكرة، اشتغل ليه؟ فبطرس بولس احتاج يقول لهم بس اهدوا بس شوية، لأن في علامات للمجيء، ابتدوا يتكلموا عن كده. بس ببساطة الكنيسة ابتدت قوتها كانت خارجة من كده، من قوة القيامة وانه هو جاي. والكنيسة في الأزمنة الأخيرة بتسترد الروح النوعين دولة أو الاتجاهين دولة، انه الموت مكسور وانه هو جاي، لدرجة انهم بيستقبلوا. يعني كلكم سمعتوني بقول التعبيرات دي، بنستقبله كل مرة. يعني هو الكائن الذي كان والذي يأتي، ده مضارع مستمر، يعني يأتي ويستمر في الاتيان الى ان يأتي، هو عمال بيجي. القوتين دول غيابهم بيخلي الكنيسة تنام. كنت بحكي مع حد النهاردة عن تاريخ الكنيسة لغاية النهاردة. فالكنيسة بعد الكنيسة الأولى نامت. نامت. نامت نامت يعني. ليه؟ لأنه الروح بتاع الموت المكسور ومجيء يسوع راح. وده أدى إن القصد اليومي، إن عيش في القصد الإلهي راح. لانه خلق ما. بصوا ده ببساطه هو قصه الرسالتين اللي هندرسهم النهارده، او احنا هنبص على رسالتين النهارده، بطرس الثانيه ورساله يهوذا، لان الاثنين قريبين قوي من بعض، هناخدهم مع بعض، هم مش ورا بعض، هناخدهم مع بعض. تعالوا نبص معايا على رساله بطرس الثانيه. بطرس، بصوا هما رسالتين من الرسائل القوية. رسالة يهوذا طبعا رسالة صعبة، بس رسالة يهوذا مربوطة بالإصحاح الثاني رسالة بطرس الثانية، عشان كده هناخد الاثنين مع بعض. رسالة يهوذا إصحاح واحد، عارفين كده؟ رسالة يهوذا إصحاح واحد، الإصحاح الواحد ده بتاع رسالة يهوذا مربوط بالإصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانية، عشان كده هناخدهم مع بعض. فنبص على الإصحاح الأولاني لرسالة بطرس، بيحكي عن ثلاث حاجات مهمة لاستمرار الكنيسة في القوة، لاستمرارك واستمراري. خلي بالك يعني القصة مش معاني روحية، القصة حياة بتعيش فيها، ولو عشت فيها تحول لواقع في حياتك، لو ما عشتش فيها يبقى معلومات وراحت. عدد ثلاثة، قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، لدينا بهما
وهب لنا مواعيد عظمى وثمينة تصير بها شركاء طبيعة إلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشر. بصوا بطرس بادي بعد التحية سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله نالوا معنا إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا متساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. بعد التحية طوال دخل في الموضوع ليه؟ لأن هو داخل في موضوع جد هتشوف في صح 2 وصح 3 بس داخل في موضوع جد فبيبتدي بيقول قدرة الله الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بهما بالمجد والفضيلة وهب لنا مواعيد عظمى وثمينة تصير بها شركاء طبيعة إلهية. بصوا في تحدي هنا هتشوفوه بيحصل في بطرس وفي يهوذا ان في مستوى والمستوى كل مستوى روحي له امتيازات وله سلطان ولو رب دعاك لمستوى وانت عشت اقل منه انت بتفقد بدون شك. انك تعيش في المستوى ده مش قدرتك مش قوتك مش 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 صلاحك مش بمجهودك ده مرتبط بالنعمه نمره واحد انك تعيش في المستوى وانك تحافظ على المستوى ده مرتبط بوقوفك قدام النعمه والتزامك بالنعمه دي. فالرب عامل مستوى ليفل والمستوى دي امتيازات وليه سلطان وانك تعيش فيه ده هام جدا انك تعيش فيه دي نعمه والتزام. لو نزلت منه باختيارك في حاجه غلط بتحصل. انك تعيش فيه ده ليه حاجات مشجعه هكون بحكي عنها في سياق الحديث بتاع بطرس وهب لنا. فبيبتدي بيقولك المستوى هو ايه؟ مواعيد عظمى وثمينه كل ما هو للحياه والتقوى شركاء طبيعه الهيه. ليه؟ ده بيخليك مش بطبيعتك هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه. بيوقفك في حته مش بتاعتك مش بمجهودك مش بقوتك بيوقفك في حته امام مجد الرب. مواعيد عظمى وثمينة قدرة إلهية منسكبة بتسكب عليك مجد وفضيلة بتنقل ليك حاجة مش بتاعتك اسمها طبيعة إلهية شركاء في طبيعة إلهية بتخليك هارب منفصل مفصول عن الفساد الذي في العالم بالشهوة. بكي يكون ناقل ده المستوى بيقوم ناقل على المسؤولية. فمن ثلاثة واربعة دي نعمة قدرة حياة وتقوى مجد وفضيلة مواعيد عظمى وثمينة طبيعة إلهية حاجات كلها ما بنستقبلها ده المستوى. المسؤولية لهذا عينه عدد 5 وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة في الفضيلة معرفة في المعرفة تعفف في التعفف صبر في الصبر تقوى في التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة. خليني أقول نقطة هنا. ناس كتيرة بتسمع آيات مبادئ روحية عارفة حافظة لو الآية مش بتتحول لاختبار بتختار انك تعيشه يوميا في حاجة غلط. بل بالعكس الآية اللي اتحطت جواك بقت حجر عثرة لان كل مرة هتسمعها تاني هتقول اه انا عارف. المعلومة لا تغير المعلومة اللي بتتنقل الى اختبار يومي بتغير. ناس كتيرة عايشة في صراع ما بين المعلومة والاختبار عندها اختبارات ما بتحولهاش الى بتجدد ذهنها بيها. فناس عندها اختبارات مش محولها لمبادئ وناس عندها مبادئ مش محولها لاختبارات.
اختبار بدون مبدأ شخص معتمد على المشاعر وشخص معتمد لو في اختبار أنا متشجع لو ما فيش اختبار أنا مش متشجع، فهو مش عايش بحسب مبادئ واختبارات، هو عايش على اختبارات. فامبارح اختبرت اختبار وأنا واقف قدام الرب، شعرت بكذا وشفت كذا وحسيت بكذا، حلو جدا، بس الاختبار لازم يتحول إلى مبدأ، إلى إدراك، إلى فهم، يقوم مجدد ذهنك وتعيش بالذهن المجدد. بكره ممكن يبقى في اختبار، ممكن ما يبقاش في اختبار، بس انت مش بس بتعيش باختبارات. في التجربه على الجبل يسوع اختبر سماء مفتوحه، سوري، في المعموديه الاردن يسوع اختبر سماء مفتوحه وصوت نازل، هذا هو ابن الحبيب به سررت. اليوم اللي وراه ما كانش في اختبار، ده كان في ابليس بيقول لو انت ابن حول الخبز، حول الحجر لخبز. طب فين الاختبار دلوقتي؟ انا عايز اختبار دلوقتي. لا، اختبار امبارح بيقول انا ابن، جدد ذهني، فخلاص يسوع ما كانش محتاج يبقى ذهنه مجدد، بس يعني انا بتكلم بلغتنا احنا. فما فيش اختبار النهارده، بس في ذهن مجدد وفي اختبارات. ففي ناس بتعيش على اختبارات بدون ما تحولها الى تجديد ذهن يعيشوا بيه. في ناس عندها معلومات في الذهن لكن ما بتاخدهاش لاختباراتها اليومية، وده العلم ينفخ، وده المعلومات اللي هي وبالعكس بتسبب عثرة. إذا ما تسمع المعلومة دي مرة تانية ما انا عارف، بس حد فاهم حاجة؟ بكلم نفسي؟ اوكي كويس. طيب فهنا قال لهم بصوا انتوا في مستوى، في طبيعه الهيه، في فضيله ونعمه، في مجد وفضيله، في مواعيد عظمى وسمينه، في قدره الهيه، في حياه وتقوى، بس دي نعمه، بس خدوها بقى وقدموا وانتم باذلين بكل اجتهاد، قدموا في ايمانكم ده فضيله، في الفضيله دي معرفه، في المعرفه دي تعفف، وفي التعفف ده صبر، وفي الصبر ده تقوى. خدها الحياه اليوميه، خد النعمه دي وعيش بيها عمليا، حولها لاختبار عشان تثبت فيك، عشان تبقى واقع ملموس، مش معرفه بدون اختبار، لان المعرفه بدون اختبار بتطير، تاتي طيور السماء وتخطفها. لما بتنزل جواك ما حدش يعرف يخطفها لانها بقت جزء من الفابريكه بتاعتك. فلما تسمع عن بر، يسوع بررني، هاليلويا، حلو قوي، خد البر ده وخليه عملي، بتحول الى جزء منك، ما بقاش حاجه طايره في الهواء اسمها بر، موضوع وطار. هذه عدد 8، اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. يعني لو الطريقتين دول، لو النعمة والالتزام بيها كثرت فيكم، هتخليكم مثمرين ونشطاء. يعني نفي النفي، لا متكاسلين نشاط، لا غير مثمرين يعني مثمرين. في حاجة بتتنقل في حياتك لما تدرك المستوى والسلطان اللي أعطي ليك بالنعمة وتعيش فيه وتلتزم بيه، في حاجة بتتغير، في حاجة بتتنقل. كمل معي. لو ما عملتش كده، الذي ليس عنده هذه، عدد 9، هو أعمى قصير البصر، نسى تطهير خطاياه السالفة، لذلك بالأكثر اجتهدوا. الآية دي بنحبها جدا. أن تجعلوا إيه؟ دعواتكم واختياركم ثابتين، وفي اليوناني في كلمة أمامكم، اجعلوا بالأكثر جدا، اجتهدوا أن تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين أمامكم. إذا فعلتم ذلك، وعد غريب جدا، لن تزلوا أبدا. محتاج تدرك بطرس، بالمناسبة أنا قلت المقدمة دي عشان بطرس بيكلم كنيسة في آخر أيام الكنيسة الأولى. بطرس ده آخر رسالة كتبها، وبيقول لهم أنا رايح أموت في الرسالة دي، قال لهم وقت الحلال قد أتى. فبطرس بيكلم كنيسة شايفها بتهدى، بطرس بيكلم كنيسة شايفها بتبرد، شايفها رايحة للحتة بتاعت عصور الظلمة.
فبيكلموا بيقول لهم بصوا صحصحوا في نعمه، والنعمه دي حاطه مستوى التزموا بيه، لو جعلتوا دعوتكم واختياركم ثابتين قدامكم لن تزلوا ابدا. ده مفتاح الآية وراها، لانه هكذا يقدم لكم بالسعه دخول الى ملكوت ربنا يسوع المسيح الابد. يعني لو ماشي في الدعوه وفي الاختيار ومركز في القصد الالهي الطبيعه الالهيه ومحولها لاختبار في حياتك ماشي بيه، يقدم لك بسعه دخول الى ملكوت الله، جعلت اختيارك ودعوتك ثابته قدامك. ويقوم ناقل، ناقل لايه؟ ناقل للمجيء. في نفس الاصحاح عدد 16، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح للقيامة وإيه؟ ومجيئه. لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه. هو يسوع كان أوكي، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ده بيتكلم على جبل التجلي. بطرس بيقول إحنا في حاجتين، قوة المسيح مجيء المسيح، مش بيتكلم عن المجيء الأول، بيتكلم عن المجيء الثاني. بيقول إحنا عرفناكم بقوة المسيح وإنه جاي، عرفناكم بقوة المسيح وإنه جاي، وقلنا لكم إحنا شفنا مجيئه، شفنا مجيئه اللي جاي. ازاي شفناه؟ فوق جبل التجلي، لانه ظهر بمجد اسنى، سمعنا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس، اخذ من الله الاب كرامه ومجد اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى. فبطرس بيقول لهم بصوا، ده خلي بالك بيكلم كنيسه بتهدى، بصوا في طبيعه الهيه، في مواعيد عظمى وثمينه، في حياه وتقوى، عيشوا فيها، اثبتوا في الدعوة والاختيار، لأنه لن تزلوا أبدا، سيقدم لكم بسعة الملكوت. احنا عرفناكم قوة ربنا ومجيئه اللي جاي، ومجيئه اللي جاي ده احنا حكينا لكم انه جاء، يعني جاء شفناه، شفنا حتة منه في التجلي، كنا معينين عظمته انه اخذ من الله الاب. كلكم سمعتوني بحكي او بعلم عن باروزيا، حد كان موجود؟ هو المجيء الثاني اللي في كتاب مقدس، رب يقول لك بيظهر بمستوى المجيء الثاني قبل المجيء الثاني. يسوع بيجي في الكنيسة قبل ما يجي للكنيسة. هذا التعبير اليوناني باروزيا لما تدور عليه في الكتاب المقدس تجده مستخدم دائما عن المجيء الثاني، بس في ثلاث مرات بيستخدم عن حاجة حصلت. نفس التعبير باروزيا بيستخدم عن المجيء الثاني وبيستخدم عن هنا مثلا، بل قد كنا معينين عظمته، بيتكلم عن باروزيا انه جه ايه؟ يسوع اللي بمجده ظهر في التجلي، تغيرت هيئته قدامه. في حاجه بتحصل، يسوع اللي جاي للكنيسه قبل ما يجي للكنيسه هيجي في الكنيسه، والكنيسة الأولى كانت منتظرة مجيئه، والكنيسة الأخيرة هتنتظر مجيئه، لأنه بيجي في الكنيسة قبل ما يجي للكنيسة. لو أنت الجملة دي مش جملة بس كده موزونة، الجملة دي بتدركها، يعني مجيئه اللي حياتي قدام كل العالم لازم نفس المستوى يجي فيا قبل ما يجي ليا. سلام. لو انت جواك، انا اسف في التعبير اللي هقوله حالا، لو انت جواك ما قلتش يا لهوي يبقى انت ما فهمتش. المجيء اللي هيجي المهوب اللي هيظهر لكل الناس يجب ان ياتي فيك نفس المستوى قبل ما يجي لكل الناس، ولازم تكون قاعد مستني انه يجي فيك على هذا المستوى قبل ما يجي لكل الناس.
ده بالعكس، ده الروح والعروس بيقولوا ايه؟ ودي حاجة، ده الروح القدس. فالروح القدس مش بيقول النهاردة تعال، بعد بكرة بيقول خليك شوية. ده الروح طول الوقت تعال تعال تعال. بس أتاري مش الروح بس عمال يقول تعال، ده مين كمان؟ العروس. مين العروس يا ترى؟ انتي، انا، انت. وعمالين يقول تعال. طب هو بيجي؟ اه عمال بيجي، لانه عمال بيجي بالمستوى اللي هو هيجي بيه، لازم يجي بنفس المستوى فيا قبل ما يجي ليا. اقول لك تعبير، عمرك كنت قاعد مع حد يقول لك انا خايف من المجيء الثاني؟ وهو مؤمن؟ ما بتقعدوش مع ناس. انا قعدت مع مؤمنين، هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى حاصل ازاي؟ هنعمل ايه ده؟ وفي ايات. عارف ليه الكنيسه مش هتخاف المجيء الثاني؟ لانها اختبرت المجيء الثاني فيها. وما اقصدش انها مش هتخاف يعني بمعنى انها مستهينه، بل بالعكس، هي 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 انحنت وانحنت 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 واتملت بالمجيء الثاني لغايه لما يجي المجيء الثاني. فالمجيء الثاني بيجي فيها قبل ما يجي ليها. اللي بيخلي حضرتك مكمل في النار انك مدرك ان الموت اتكسر وانك المجيء الثاني يجب ان ياتي فيك كامل. طب ازاي؟ دي حاجه روحيه طايره في الهواء، مش بس كده. عدد 19، وعندنا عدد 19 الكلمه ايه؟ النبويه، وهي اسد لتفعلون حسنا انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قربكم. يعني الكلمه بتقودك للمجد ده، الكلمه بتقودك للنور ده، الكلمه بتقودك للمجيء ده. عندكم الكلمة النبوية وهي أثبت. فأنت مش معتمد على اختبارات بس، اختبارات حقيقية والكلمة أثبت، والاثنين بيتحركوا مع بعض. عشان من أول صح 2 بطرس ابتدي يشوط. فخلوا بالكم من صح الأولاني الكلام كله لاهوتي وصعب شوية بس مشجع. إيه؟ في طبيعة إلهية، في عظمة وثمينة، في حياة وتقوى، في قدرته الإلهية، اثبتوا فيها، عيشوا فيها، وركزوا في الدعوة والاختيار على حياتكم، لن تزلوا أبدا، وادركوا أنه عمال بيجي. عرفناكم قوة الله ومجيء الله الذي رأيناه أيضا في عظمته لما بالمجد الأسنى أخذ ده. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. بشجعهم عشان يقولهم بقى حاجة، خلوا بالكم. وأقول لكم خلوا بالكم، ده الآيات، ما عرفش أنتوا قريتوا بطرس قبل كده صح الثاني ولا لأ؟ آياته قوية. أرى لكم آية واحدة كده بسيطة يعني. إن كان الله، ده 4، إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا. يعني لغاية دلوقتي كده يعني لو ملائكة أخطأوا لم يشفق عليهم. وعايز يقول ايه بس ما قالوش. اوكي، ان كان الله لم يشفق على ملائكة قد اخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلم هم محروسين للقضاء. لم يشفق على العالم القديم. ومدخل لنوح. عدد 6، لم يشفق على سدوم وعمورة. أنقذ لوط بس. مش هقرا آيات معينة عشان ما تلخبطش ذهنك، أنا عايزك تدرك حاجة. خليني أقرا لك آية من يهوذا، لأن قلت لك صح الثاني مربوط برسالة يهوذا. أقرا لك آية من يهوذا. عن الملائكة برضو، الله الذي لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا.
في يهوذا عدد 6 الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينون عظيم. أوكي من عدد 5 أريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. برغم أنه خلص الشعب أهلك الذين لم يؤمنوا. برغم أنه خلص الشعب أهلك الذين لم يؤمنوا. مرة تانية تاخدين بالكم. خلص الشعب يعني إيه خلص الشعب؟ خرجوا من أرض مصر، عبروا بالبحر الأحمر، أوكي؟ أكلوا المن، بس لم يؤمنوا في حياتهم اليومية، مش لم يؤمنوا بيسوع، لم يؤمنوا في حياتهم اليومية. خلص الشعب. بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك الذين لم يؤمنوا. ويدي مثل تاني، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم. الملائكة الذين أخطأوا لم يشفق عليهم ملائكة. فالملائكة الذين عملوا حاجتين، تركوا المستوى بتاعهم ولم يحفظوا رياستهم. مش هنخش في القصة، مش هنخش في خلفياتها. الملائكة اللي سابوا مكانهم وتركوا سلطانهم. وهنا القصة وبيربطها بينا. طبعا بيربط بقى بالعام وبلاق وقرح وبيربط بحاجات كتيرة. بس بيقول حاجة، انه لو انت سبت مكانك اللي انت دعيت ليه في القصد، في النعمة، في القدرة الالهية، في الطبيعة الالهية، في استمرارك وراء الرب، في انك بتحط اجتهاد ان تحفظ دعوتك واختيارك ثابتين، وانك تثبت نفسك في المجيء الثاني وتثبت نفسك في قوة الله. لو انت سبت مكانك وسبت سلطانك في حاجة هتحصل. رسالة مشجعة. لو سبت مكانك، ده الملائكة اللي سابوا مكانهم وسابوا سلطانهم، في حاجة حصل. ودول ايه؟ ملائكة. تقولي ده يعمل فيا يخوفني؟ لا، ده يملك بمخافة مش يخوف. ده يملك بغيرة، لانك ما تقفش تتفرج على ربنا بل تطلع تجري وتمسك في جلابيته وتقول له انا اطلق. يملك بغيره انك ما تفضلش قاعد بتلعب في اركان ضعيفه، لما معروض ليك طبيعه الهيه، قدره سماويه، حياه وتقوى، معروض ليك حاجه غاليه قوي، وانت سايب مستواك ومسكنك ورياستك واحد بتلعب في الطين. ما تقولش ليه طينت. لما يكون ليك طبيعه الهيه وانت قاعد تلعب في الطين، في حاجه هنا غلط، في حاجة هنا هتحصل، في مملكة أخرى ما بتصدق إنها تلاقيك في الحتة الغلط عشان تلعب معاك، اسمها مملكة إبليس. بس وجودك في المكان وفي السيادة وفي السلطان وفي النعمة وفي الطبيعة الإلهية وفي القدر الإلهي بيخليك ماشي في حتة، يقول لك يقدم لكم بسعة. كأن عكس، كأن هنا بيخوف. والإصحاح الأولاني بيقول لك يقدم لكم بالسعة دخول إلى ملكوت الله. اللي في طبيعة إلهية، في وقفة في قدس الرب، في وقفة هاربين من فساد في العالم، يعني دي وقفة قدام الطبيعة، قدام الحياة والتقوى، قدام القصد الإلهي. ورب يطلع شعب مليان بالمجيء لأنه سيأتي فيا قبل ما يأتي ليا، ومليان بقوة الرب اللي داس الموت، فماشي في حتة قوية. بصوا، برغم ان المشاركه منظرها ده اللي خلى الكنيسه الاولى تبقى قويه، ده اللي خلى الكنيسه بعد الكنيسه الاولى تضعف، وده اللي هيخلي الكنيسه الاخيره قويه جدا. ادراك انه كسر الموت في طبيعه الهيه مسكوبه علينا، في مجيء بياتي علينا قبل ما يجي ياتي لينا، واحنا واقفين في المكان ده مفيش بكره. فانا عايز القصد الالهي، عايز الاختيار والقصد الالهي. انا مش قلقان، لا تهتموا بشيء.
خطيه انك تهتم. عارفين الترنيمه؟ مش عارفين الترنيمه طبعا، شعركم مش ابيض. ترنيمه قديمه اهو، خطيه وتعول الهم. الطبيعي جونا وفي حاجة حقيقية، تحدي حقيقي، بس الخوف والهم اختياري. حد كان بيقول لي امبارح، مش حد كان بيقول لي ان الآية اللي في رسالة بطرس ملقينا كل همكم، حد مفسرها كده بيقول ملقينا كل همكم، دي يعني دي بتعملها مرة وخلاص، ما تفكرش مرة تاني تهتم. ده قرار، ده كونتراته ما بينك وبين الرب، فانت ألقيت كل هم، يعني الموضوع محسوم، يترمي هم يتزحلق. هو من قول للرب خلاص، فما بتهتمش، لا تهتموا بشيء. عدد 18 في يهوذا، قالوا لكم أنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئين سالكين بحسب شهوات فجورهم، هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. أما أنتم أيها الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصليين في الروح القدس. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصليين في الروح القدس. احفظوا أنفسكم في محبة الله، ارحموا البعض مميزين، خلصوا البعض مختطفين من النار، القادر أن يحفظكم غير عاثرين، يوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. ده المستوى، القادر أن يحفظكم غير عاثرين، يوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. كل كلمة واحتاجة وعظة. يحفظكم غير عاثرين، دي معجزة ولا مش معجزة؟ يحفظكم غير عاثرين، لن تزلوا ابدا. ده بيكلم ايه؟ الكنيسه الاخيره. فالاثنين بطرس ويهوذا بيكلموا الكنيسه الاخيره، بيقولوا تيك كير قدامكم انكم تفضلوا غير عاثرين، يوقفكم امام مجده بلا عيب. فاكرين لا عيب ولا درس؟ فاكرين التعبير ده؟ ده عن مين؟ عن الكنيسه في رساله افسس، بلا عيب ولا دنس. فهنا يقول لهم بصوا، قادر ان يوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاج، وانتم فرحانين جدا. نط معايا لبطرس مره تانية، بطرس الثانيه عدد 14 صح 3 عدد 14، ازيك ايها الاحباء اذ انتم منتظرون هذه، منتظرين المجيء الثاني، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب. مره تانية، لا عيب ولا دنس. خليني اقرا لك اصحاح 3 من الاول كده حبه حاجات ونختم. عدد 3 من اصحاح 3، عالمين هذا اولا، نفس الايه اللي في يهوذا، انه سياتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم قائلين ايه؟ اين موعد مجيئه؟ مش بس موعد مجيئه الثاني، انا طبعا هنا ببص بصوره روحيه، أين موعد؟ فين الوعد اللي قاله؟ مش بس فين وعد إنه يجي، فين وعد إنه يجي؟ فين وعد إنه يملانا؟ فين وعد قوته؟ فين وعد؟ أين موعد مجيئه؟ لأن كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. عدد 8، لكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، يتأنى علينا ولا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. سيأتي كنصف الليل يوم الرب، تزول السماوات بضجيج، تنحل العناصر محترقة، تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. بما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم أيضا في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين، ناس منتظرة وإيه وطالبة إيه؟ سرعة مجيء يوم الرب. الروح والعروس عمالين بيقولوا تعالى، والكنيسة الأولى كانت عايشة كده من أول يوم، والكنيسة الأخيرة تعيش كده لآخر يوم. ليه؟ لأنها مليانة بالمجيء. اللي عارفين لما بيأتي في الكنيسة
قبل ما يجي للكنيسة بيشفي كل مرض. لما يأتي للكنيسة قبل ما يجي للكنيسة بيحرر، بيفرح، بيخلص، بيحسم، بيطلق، لأنه بيأتي فيها قبل ما يأتي ليها، ففي النهاية تكون بلا عيب ولا دنس في الابتهاج. أنتم الذين بقوة الله محروسين. تقول يعني أتشجع ولا خاف؟ الرسالتين دول بيقولوا حاجة، بيقولوا ببساطة طول ما أنت عايش في السكنة بتاعتك، في المستوى بتاعك، في السلطان بتاعك، بتزق القدام للطبيعة الإلهية والوعود الإلهية، بتقرب من حضور ربنا، ما بتسمحش الحاجة، صحش إنك تريلاكس. أول ما الدنيا تريلاكس كده خلاص، ريلاكس قوم من إيه؟ مستريحين، نفسانيين، فيحكي بقى على ولائمهم. أنا مش هفتح الآيات خلص. حكي عن ولائمهم وأكلهم وشربهم، يقول لك غيوم بلا ماء، يعني منظر على الفاضي، زي غيمة ما فيهاش مطر، منظر على الفاضي، كلام على الفاضي. ليه؟ هو مش رايح حتة. الكنيسة لما بطلت تروح حتة، لما أنا بلاش الكنيسة، لما أنا بطلت أروح حتة ببقى غيمة على الفاضي، ببقى كلام على الفاضي، ببقى شكل على الفاضي. لكن لو أنا رايح حتة وراء الرب، لو أنا مدرك إن في قصد، في دعوة، في مشوار إلهي، في حاجة بتغير فيا، وفي حاجة رايح لقصد الرب، وبعيش كأنه جاي النهاردة عشان أحقق القصد الإلهي، بستمر في حتة مليانة نعمة، مليانة مجد، مليانة استخدام. لو أنا عايش بقى في الريلاكس، قوم إيه يقول لك ما فين مجيء الرب يا عمي؟ يبتدي تطلع بقى يحكي عن فساد، يحكي عن كذب، يحكي عن شهوات، يحكي عن أحلام، يحكي عن حاجات ليها علاقة بأمور صعبة جدا في إصحاح 2 وفي هوزة. كل ده جاي من إيه؟ من كنيسة قررت إنها تريلاكس، أو قررت إنها تشفق على نفسها وتعيش بقى يومها بيوم. الكنيسة مش كده، الكنيسة فيها قصد، فيها دعوة، فيها طبيعة إلهية، فيها قدرة إلهية، ومشي وراء الرب. ليه؟ لأن في حاجة حقيقية الرب دعاها لنا. أمين؟ أمين؟ تعالوا عمال يعني نصلي.